فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفي الإيمان هنا هل هو نفي للكمال أم هو نفي لصحة الإيمان كله؟ لا، نفي كمال الإيمان. نعم، نفي كمال الإيمان بالنسبة لغير الرسول، أما الرسول فهو نفي للإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول من المجتهدين فلا، ما يصل إلى هذه المرتبة. نعم.